بودكاست. سامي العكريمي نادي صفاقس يتسخف، حكيت مع كريم دلون بعد مباراة الملعب التونسي وقال لي ما عندناش ملاعبين. هنسمعوا التصريح ثم باش يعلق عليه كريم دلهوم اللي معنا بعد لحظات يكون في المباشر. نحب نبدا بالنادي الرياضي صفاقسي. اسوا نسخه للنادي الرياضي صفاقسي شفتها في حياتي. تسخف النادي الرياضي صفاقسي، يحز في نفسي ان النادي الرياضي صفاقسي في المستوى هذاك. ساعه الاديان نتاعو ما عادش موجود. نادي صفاقسي سيت اون ايكيب دو كونتر اللي عمرها ما كانت ايكيب دو كونتر. تكلمت انا بعد في الاخر، جاني تكلمت شويه مع كريم دلهوم، قال لي سامي ما عندناش ملاعبيه. قال لي شوف هبطنا معناتها دو جونيور. الهيئه المديره الجديده ودي جات بوعود ودي جات معناتها بالشحي منع الانتداب. الهيئه المديره ما أوفيتش بالوعود متاعها. واضح كان هذا التصريح لسامي العكريمي في قناة تونسنا، المدرب المساعد نادي الصفاقسي كريم دلهوم معنا في المباشر. كروم مساء النور. مساء النور، صح شبيتكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك علينا وعليك كريم، يعطيك الصحة كريم. دون كريم طلبت التوضيح. سامي العكريمي يقول حكى معك بعد مباراة الملعب التونسي وانت قلت له انه ما عندناش ملعبية وهبطنا زوز ملعبية جينيور. ما مدى صحة الكلام اللي قاله سامي العكريمي؟ ثم زاد نحبك تعلق حتى كابن للنادي الرياضي الصفاقسي، خلينا ميزا بار انك مدرب مساعد، نادي الصفاقسي تسخف، نادي الصفاقسي اسوأ نسخة، يمسك كمحب وكابن للفريق وخاصة هذم الزوز وزيدهم زاد مدرب مساعد للفريق. صحيح بيان سير، هذا كلامه غلط 100%. كان جبدني انا فقط ما نجم ما نجاوبوش، اما جبد النادي نتاعي قال عليه كلام معناتها غلط 100%. شفتوا 10 ثواني بعد ما وقفت المباراة، معناتها ميم با حكينا على الموضوع هذا. كنت بعثت له ديجا حاولت نتصل بيه باش نستفسر علاش قال هكا. قلت له حتى معناتها نفترض وانا قلت الكلام هكا، انت كي تقول كلام كيما هذا في تلفزة شنو هو النية متاعك؟ معناتها تحب تعمل بلبلة في الفريق، تحب معناتها كي تحس حتى هو كلامه معناتها موجه برشا للهيئة المديرة، وتعمل كلمة أديان، تعمل الرئيس كلمة أديان تاع نادي الصفاقسي باش يرجع. يعني نحب نقول له أنا نادي الصفاقسي ديما كبير، صحيح ما عملنا مباراة كبيرة دفاعيا، ما عملناش مباراة هجوميا معناتها في المستوى مع في الكلام هذا، أما باش توصل تقول تحشم وهذا ظاهر معناتها اي ظاهر. هو المشكل اللي هو مقيد روحه على من محبين النادي الصفاقسي وديما يدافع في الفيسبوك وفي في الاستاتيو نتاعو، وديما يتخرب للجماهير ويدخل في لي كومونتير نتاع لي باج الكل كوم كوا هو مدافع شرس ويحب النادي. معناتها كان واحد يحب النادي ويحب يعمل هكا، معناتها ظاهر فما نية معناتها نيجاتيف اونفير لو كلوب، فهمتني؟ يوم فير شخصك زاد كريم ثمانية ولا لا؟ ما نعرفش. هل انه انت بالفعل قلت له ما عندناش افكتيف، ما عندناش ملعبيه تكستو كما قال هو، ولا هو ما عرفش انتربريتي، ولا ما سمعش مليح، ما نعرفش انا الحقيقه، لانه معناتها السؤال هذا مفصلي جدا حتى عند احباء الفريق. انا جوست نجاوبه، معناتها انا الموسم الفارط كنت انا المدرب الاول في النادي الصفاقسي بعد خروج 15 لاعب، وبالحق بفكتيف اقل من هذا، بشطر هذا اكثر من مشطر من هذوما، والعمر اللي تكلمنا معناتها وزيد كاستونس على خاطر بالنسبه لي اللي يلبس ماريو للنادي معناتها يلعب في الاكابر معناتها ينجم ينافس معناتها. صحيح بتاتر هما الفرق الكل قاعدين خايبه توا، معناتها في مع خاطر الرجعه قاعده خايبه، بتاتر الاسبيرونس في كلكو سيكونس في وسط في المباراه قاعده تادي، وبالمباراه نتاع الابطال خير خير من الفرق الاخرى، من الباقي الكل معناتها بريسك كلنا فرد مستوى. متخيل المباراه الثالثه هذه باش تكون خير، معناتها الفرق الكل باش يكونوا خير، باش يلقاو رواحهم اكثر. احنا نعرفوا شنو اللي ناقصنا، نعرفوا شنو اللي نجموا نعملوا خير، مطالبين باش نكونوا خير خاصه هجوميا، فهمت؟ تحس فما تكتل كبير على على على, على نادي الصفاقسي في برشا بلاتوات. مالوريزمون معناتها كريم انا الحقيقه نحب نسالك سؤال باش نكون معناتها مباشر وصريح. السؤال هذايا معناتها الحقيقه ما دامك حكيت انت على وسائل الاعلام وغيره برشا، معناتها سمعنا حتى شكون يقول اجانب النادي الصفاقسي مستوى رابطه ثانيه، سمعنا كذلك الكل يتحدث على خمسه ايفواريين. هاو انت اليوم عضو من الاطار الفني، واليوم ثلاثه ماهمش خمسه، راهو معناتها خمسه، راهو فيهم زوز كانوا في ليكيب بي
وزوز ما مش خايبين ومشاو مع وبرشا تفاجئوا علاش رجعوا. ممكن برشا ضغط على الهيئه المديره رجعتهم لسان بيدرو وغيره. كنت حتى في الكوت ديفوار ومشيت لسان بيدرو ومشيت لمقر سان بيدرو. نحكي على شخصي معناتها تو مش نقوله ممكن ما تقالش قبل وما يعرفوش العباد. الحقيقه الحقيقه كريم انت كعضو في الاطار الفني وعندي حتى تصريح ومازال موجود عندنا معناتها نهار تو نستدعيوه ان شاء الله يكون موجود معنا وبيحاول الله باش يكون موجود معنا في سهره رمضانيه كريم دلهوم وخاصه نحكي زاد على المدرب الاول نادي صفاقس نبيل كوكي وكان وعدنا انه باش يكون موجود معنا. يقول عنا افكتيف باهي هذا اول الموسم ويقول راه بالعكس معناتها ثم برشا وجيعه راس عند المدرب انه يكون عنده اجانب يكون كذا ما حتى في الاختيارات ماهوش الافكتيف با تيلمون كيما يتقال. هل انه انت اليوم كمدرب مساعد في النادي هذا صفاقس يا سيدي ماكش مدرب مساعد انت كمحب ولا محلل تفهم في الكره الافكتيف اللي عند السي اس اس خايب اسو بوان كيما قاعد يتقال في وسائل الاعلام والا لا؟ بكل صراحه لا. كريم معناتها نعرف نعرفك صريح جدا في المواضيع هذه ونعرف عينك كبيره في الكوره. انا 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 ان بون افكتيف باش ينجم يجري الفاز بلاي اوف هذه فما سي كيسور عندنا نقاص واضحين معناتها في دي بوست معينين واضحين ما نحبش نقعد نسمي في واضحين واضحين كيما صنع اللعب وغيره الاصابات اللي ريال دروات تضرب عندك زوز مهاجمين تو اللي هما الحبوبي وحاج حسن مصابين فهمتني دونك فما ديجا فما دي كيلكو جوار اللي توما رجعوا للنيفو نتاعهم اللي نجموا يعطيوا اكثر من هكا على خاطر بوتيتر ما لعبوش برشا في الست شهور الاولى كيما دي بي راجعين مش لازم نحبش نسمي مش من ما هو خاطر برشا كلام يتقال على لعبي على لعبي هذا بالذات اللي هو كان هداف 16 بونتو الموسم الماضي دون حتى ركله جزاء. تعرف معناتها 16 بونتو دون ركله جزاء معناتها ما نجمش يكون مهاجم يعرف يسجل معناتها بالمنطق فهمتني كريم نحبش نحكي انديفيديوال على لعبيه مي سو كي سور اللي تشوف حتى بالليستات نتاعنا في توسكي جي بي اس وفي لي باس وفي في في كل شيء معناتها فما معناتها حاجات واضحه لينا دي تسهل لنا في العمل نتاعنا باش نتحسن. الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها الملاعبين الكل في المجموعه حاسين بالمسؤوليه حاسين بالنيفو اللي لازمنا نوصلوا له احنا كاطار فني وملاعبين عندنا اداره ساندتنا وموفرت لنا كل شيء باش ننجحوا هذه معناتها تعرفني ما عنديش رمي ورود خاطر انا عندي سنين ما ريتش فما معناتها نحس فما بروجي جي لنادي رياضي صفاقس اللي قاعد يبني عليه وكيما توا معناتها ونشوف اللي جاي خير برشا من الحاضر سواء عام جاي ولا العام اللي بعده معناتها فما بوادر معناتها بالحق تاع نجاح. دونك كيما قلت لك فما ملاعبين ينجم كلنا مع بعضنا لازم نحسنوا من رواحنا اللي وريناه في زوج مباريات الاولى هجوميا ناقص دفاعيا الكيب كامله قاعده تخدم قاعده تجري قاعده توري فما اونفي بقات ديما اللمسه الاخرى بقات فما حاجه يتخدموا في التمارين معناتها ماناش قاعدين نشوفوا فيهم في المباريات مي باللي سيونس دو فيزيوناج اللي قاعدين نعملوهم ريبيتيتيف وبتصليح في التمارين ان شاء الله نجموا انا نقول لك معناتها بالحق معناتها في المجموعه هذه ما فماش فرق معناتها تقول هذوما امباتابل ولا لا الكل ينجموا يتربحوا كيما الكل ينجموا يربحوك دونك لازمنا نكونوا حاضرين كيف دفاعيا ولازمنا نكونوا هجوميا خير برشا من اللي وريناه في المباريات واضح باش نحققوا الاهداف نتاعنا الاهداف نتاعكم بوديوم مسابقه فرقيه الموسم القادم بيان سور معناتها مش كلام معناتها نقولوا راهو معناتها انا كي نقول تعادل معناتها من بعد المباريات ينجم يكون ايجابي الا ما نخرج بثلاثه نقاط تاع مناسير تولي نقطة نتاع الملعب التونسي إيجابية فهمت لا قدر الله ما ربحناش تولي نقطة نتاع الملعب التونسي ماهيش إيجابية أن كونكورون ديريكت يا خويا عليك دو بوان دو بوان دافونس وي صحيح دونك معناتها رانا كي نعملوا معناتها انترفيو من بعد الماتش ولا كي توا نتكلموا ما نلوزوش باش العباد تحبنا ولا تسمعنا ولا نسمعوا العباد اللي يحبوهم نعطيو وجهة نظر نتاعنا باش تعجب عباد وباش عباد لا احنا دورنا هنا باش نحاولوا ان شاء الله نادي رياضي صفاقس ما يقعدش عامين ورا بعض وما يلعبش في كاس افريقيا شكرا يعطيك الصحه كريم دلهم مدرب مساعد نادي رياضي صفاقس اكيد وضحت كل الامور ناس ثم نقطه اخرى تحب تزيدها ولا لا ولا سي بون وضحت كل شيء تقريبا لا احنا انا مش معودين نجاوب
اجبرتها بصراحه. اي اجبرتها على خاطر عباد مقيده على النادي رياضي الفيرقسي، مش تابعه النادي رياضي الفيرقسي، لازم يقفوا عند حدهم. وكاو النادي رياضي الفيرقسي اكبر منهم برشا. شكرا شكرا كريم دلوم مدرب مساعد نادي الصفاقسي. ان شاء الله في التريف اكيد باش تكونوا معنا وباش تزورونا وتنورونا في سبور مانغا. يعطيك الصحه كريم. تعليق تعليق دقيقه دقيقه الاولاد. هاي نبدا بك. انا نعرف ضيق الوقت وكله، مش ما نكونش برشا احراج حاجه برك. نادي رياضي الصفاقسي كيف نشوفه سيفري معناتها توافقوا ساعه انت كريم، ولا كيقول لك عندنا افكتيف سافا معناتها موش. لا انا بالنسبه لي مش كما يتقال ثم افكتيف اذا المدرب اللي دربهم قال معناتها اكيد كريم يزمو يقول هكا، ويزمو يحمي مجموعته، ويزمو يحمي الجروب نتاعو، الى معناها يزمو يقول الكلام هذايا. اكيد اللي ثم بعض النقائص حسب لي بوست نتاع في النادي الصفاقسي. هو قال نقائص مش افكتيف اللي هو كارثي واسوء نسخه ولديان غير موجود كما قالوا سمير كريم. انا كذلك ما نوافقوش بالكل، لانه انا بالنسبه لي في النادي الرياضي الصفاقسي الاشكاليه الكبيره هي توظيف اللاعبين. انا حبيت نتداخل مع كريم ونقول ثم ماتش وغيره، ما حبيناش ندخل اكثر في المواضيع التقنيه، حبينا نرجو تصريح سامي الكريمي وبطلب من كريم دلون حاب يوضح لنا. واضح، لكن الحاجه الوحيده ممكن اللي معناتها الدفاعيه النادي الصفاقسي متماسك، سواء صبري بن حسن في حراسه المرمى والدفاع.